تكبره تربي العيال والرب تشكره ومسعد تسعد ايديك تجبر بخاطره البيت المره والحبه دره البيت المره والحبه دره. هيا ليش يا حكيم مسعده؟ البرد على الابواب قادم الينا والاطفال هم اكثر عرضه لاضرار البرد، وقد قالوا البرد ينطح ولا يركض. ما كما هم عندي في البيت وانا موجود، لا تخاف عليهم من اضرار البرد ولا شيء. عيل لطف الله ما فعل الا عندما يصيروا المدارس ولا يشربوا بارد ولا يخرجوا الشارع وهم بغير فنايل. المهم كذب انا في عليش، البرد مفتاح العلل، والطف هو اكثر من غيره معرض لعلل البرد واضراره، خاصه التهاب اللوز. وقال انتي داري بمضاعفة الخطيرة على صحة الطفل، مش انتي غبية. ما انا قد شتي جهدي لين ما وصلت، وانت على رجعتك من العمل اشتري حبوب وشراب وعلاج من حق البرد والتهابات الوز والسع الاول كل. نخلين هنايك حاجة اثنين. والله يقولوا الوقاية خير من العلاج، ولا احنا مجانين نشتري علاجات ومضادات حيوية ونتسم بيدينا لوسط البيت. وانا وانتي ما نعرفش حتى نكتب اسماءنا. ما من اجل هذا لا تقلق ولا شيء، انا اش اسرح بنفسي للصيدليه واقول لي يدي لي علاج البرد والزكمه والتهابات الوز والسع الاول كل، وش ازيد اتحرى يدي لي من العلاجات الاصليه نمر واحد. ومن هو الصيدليه مسعده الذي عرضه يدي ليش علاجات بدون رشده معمده تحمل اسم الطبيب وعنوانه وتخصصه؟ او لا ما تقصدش بان بيع العلاجات في الصيدليات مثل بيع القباقب والشباشف في التكاكين والفراشات؟ والله يا ابي واهلي كل بيع وشراء وكل واحد بيدور على رزقه وعلى مصلحته. انا معش، لكن بيع القباقب والشباشف بيبيع بضاعته وهو داري اني قباقب وشباشف البسوها، وكذلك المشتري. لكن الامر يختلف كل الاختلاف مع بيع وشراء العلاجات من الصيدليه واستخدامها بدون رشدة من الطبيب المختص. إنه كيف يختلف كل الاختلاف هذا؟ الصيدلية مسعدة في كل البلدان لازم يكون خريج كلية وجامعة، ومسؤوليته لا تقل عن مسؤولية الطبيب. اسلم. تقرير العلاج ابتداء من حبة الاسبرو وانتهاء بأخطر المضادات الحيوية لا يتم إلا بعد تشخيص المرض من الطبيب المختص، وكذلك طريقة استعماله. وصاحب الصيدلية لا يحق له ولا يجوز له ان يبيع علاج بدون رشده من طبيب مختص اسمه وتوقيعه على الرشده. وكذلك يجب على المريض الا يتجاوز تعليمات الطبيب في استخدام العلاج الذي قرر له. قلنا مشفى والعافيه من الله، اذا نزل الشفاء نتعتوى. نعم سبحانك قدرته، هو المنجا والملاذ في كل الاحوال، لكن بخصوص واحده. اسلم. ما انزل الله من داء الا وانزل له الدواء. نعم. العلاجات والادويه تحتوي على مضادات حيويه، وهذه المضادات الحيوية كما بيخبرونا عبارة عن سموم تقضي على جراثيم وفيروسات المرض في جسم الإنسان المصاب. لذا يا مسعدة فإن تشخيص المرض وتحديد نوعية العلاج وطريقة استعماله من مهمة ومسؤولية الطبيب وحده. واعلمي حفظك الله يا حكيم مسعدة بأن شراء العلاج وبيعه واستخدامه بدون قرار الطبيب يعد مغامرة ربما تضاعف من مرض المريض، وربما تضيف إلى مرضه مرض جديد ويمكن تقضي على حياته. ويا من سمع الظاهر رحم الله والدي وعاشق النبي صلى الله عليه عبد الرحمن مطهر.